أعلن قبل قليل لواء عاصفة الشمال عن استعداده لإطلاق المخطوفين اللبنانيين 9 في مقابل الإفراج عن النساء المعتقلات في سجون النظام السوري. كاري يؤكد من أنقرة أن لا استمرار لنظام يقتل شعبه، وبوتين وأوباما يتباحثان هاتفيا بشأن سوريا، وبان يحذر من مغبة تفككها. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي يحاول إيجاد مخرج للأزمة السورية بعيدا من المساعدات العسكرية أكمل مباحثاته في هذا الملف في تركيا على بعد كيلومترات قليلة من ميدان المعارك الملتهب. ومن أنقرة دعا كيري الأسد إلى أن يفهم أن العالم لن يصمت طويلا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أن لا شرعية لنظام يقتل شعبه بوحشية. ومن جنيف جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خشيته من تفكك في سوريا. روسيا الحليفة لنظام الأسد اعتبرت أن الدعم الذي تلقته المعارضة السورية في مؤتمر روما يشجع المتطرفين، فيما رأت صحيفة تشرين الحكومية أن هذا الدعم سيؤول إلى من اعتادوا ممارسة القتل والتخريب. ومن موسكو أكد القائد المنشق من الحرس الجمهوري مناف طلاس ضرورة إشراف أمريكي روسي على وقف إطلاق النار في سوريا. الموضوع التنحي ما عاد في شيء، التاريخ بده يكون حقيقي، يعني خلص التاريخ تجاوز الديكتاتوريات وتجاوز التمسك بالسلطة بكل العالم، ما عاد فيها التاريخ تجاوز هذه الحالة. وفيما أرجأت المعارضة مؤتمر اسطنبول خرجت تظاهرات بشعار أمة واحدة راية واحدة حرب واحدة، وانتقد المتظاهرون ما دعوه كذبة مؤتمر روما. من جهة أخرى اتهمت المعارضة قوات النظام السوري بارتكاب مجزرة هذا الأسبوع، وقع ضحيتها 72 شخصا أعدموا ميدانيا وأحرقت جثثهم في قرية المالكية قرب مدينة حلب.